يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل تقول: من عادتنا في الزواج يوم يسمى يوم الحنة، تحنى فيه العروس قبل يوم الزواج بيوم، سؤالها: هل يشرع الضرب بالدف في يوم الحنة هذا؟ لا، الضرب في الدف عند دخول الزوج، عند دخول الزوج وزفة الزوج إلى زوجته، هذا محل الضرب للدف. نعم.